تعالوا نشوف ايه هي مقادير اول وصفه معايا، وهي البتنجان. طبعا البتنجان بالنسبه لي ده نجم، فتعالوا بقى نشوف ازاي هنوره كده ولمعه. عندي البتنجان المشوي هكون مقطعاه حلقات تخينه وشويه في الفرن. عندنا نص كيلو من الفراخ الصدور المخليه. عندي كمان البصل المبشور، الفلفل، الملح، الطماطم المبشوره والهريسه، صلصه، عصير الطماطم. عندي ملح وفلفل وكزبره، جوزة الطيب، نعناع، واللوز المحمص. عندنا الجبنة الموتزاريلا والجبنة البارميجان. هجيب البصل المبشور، هجيب الهريسة، الملح والفلفل، زي ما احنا شايفين. التتبيله الحلوه دي بقى احب ان انا ابقى ايه حاطه الفراخ فيها مده قبل ما اعملها، بس انا بحب اعمل قدامكم الحاجه، بس دي تتبيله خليها كده فتره قبل الايه، يعني ساعتين اهو كده. بصوا بقى الجمال والحلاوه. او اتبل واشيل عادي في الفريزر واطلع الصبح واقوم على طول قايمه ايه اول ما ارجع من الشغل شاويه القصه دي. تعالوا بقى كده يلا نبدا. الله على الريحه، بكون مسخنه كده الشوايه بتاعتي. هاجي هنا اعمل بقى صوص سريع لذيذ. يلا بينا نحط مع بعض الزيت كده والثوم. نعناع او ريحان، عايزه اقول لكم النعناع او الريحان لما بنحطه معاها مع التقليه بيديني طعم فظيع في الميكس، بيبقى جميل قوي. الله الله الله. والطماطم بتاعتي نقلب بقى كده شويه محترمه جدا. تعالوا بقى اديها بهاراتنا بقى الحلوة. خطيرة خطيرة. ملح يا سيدي يا سيدي على جماله وحلاوته، والفلفل، ونقلب. كفاية الريحة الحلوة اللي احنا شمناها، والنعناع كمان بقى كده. لا 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 لا، دي لوحه فنيه بتتحط في الايه، في الوصفات كده بتدي طعم ونكهه مختلفه جدا. عايزه اقول لكم كده جميل قوي. تعالوا بقى نشوف. اجيب، بصوا بقى الجبنه بتاعتي البارميجان، واقوم ايه مقطعه كده، شايفين التقطيعه؟ ايوه بالاسلوب اللذيذ ده. صينية الفرن الجميلة بتاعتنا اهي كده. شوية من زيت الزيتون بفرشه كده في الايه في الصينية، وببدأ ارص البتنجان. شوفوا البتنجان بيكون متقطع بالتخن ده ومشوي في الفرن بيبقى حكاية. شايفين تخنه؟ هو التخن ده اللي احنا عايزينه كده. هحطه بقى كده. لو جربتوها خلاص مش محتاجين تعملوا معاها اي حاجة خالص. عندي بقى هنا بصوا الصلصة بقت جميلة جدا، حلوة حقيقي، بقت حلوة. هجيب كده وبنعمل ايه، بجيب على كل بتنجانية واقوم حاطة معلقة من صوص الطماطم بتاعي بالطريقة دي. اخدت السوى اللي احنا عايزينه، واقوم بادئه ايه ارصها كده
يلا بينا. واحد كده بس، خليني احط دي على الصغنونه. حاطه عليها الجبنه الموتزاريلا.